والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم. أخي سيدي سعيد السيد العام سيد الأمين العام الاتحاد العام أموال الجزائريين، دكتور غانمي أمين العام لفدرالية أموال الضمان الاجتماعي، سيد مدني نقول الرئيس الحالي للتعاضد الديار، السيدات والسادة مسؤولين وأعضاء الجمعية العامة للتعاضدية، السيدات والسادة الإطارات، أيها الحضور الكريم، أسرة الإعلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أود في البداية أن أهنئ أنفسنا بقرار فخامة رئيس الجمهورية المجاهد عبد العزيز بوتفليقة لترحل الشهيد قرار المجاهد فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لترشحه لعهدة الاستمرارية، لأن نحن في أسرة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ندرك أهمية الاستمرارية وندرك ما حققه القطاع خلال 20 سنة خلال فترة حكم فخامة رئيس الجمهورية، إما قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والحوار الاجتماعي، ولهذا ندرك قيمة الاستمرارية. كذلك أود في البداية أن أعبر لكم عن بالغ سروري لتواجدي بينكم في هذه المراسيم المتعلقة بافتتاح أشغال الجمعية العامة الانتخابية للتعاضدية العامة لعمال الضمان الاجتماعي للعهدة 2019-2024. أود كذلك أن أشكر كل أعضاء التعاضدية على المجهودات المبذولة في العهد السابقة والنجاح الذي تم تحقيقه في خدمة المتعاضدين والالتفاف حول مشروع النهوض بالتعاضدية وترقيتها. إن حضوري اليوم معكم يندرج ضمن مسعى الحكومة الرامي إلى تشجيع كل مبادرات وكافة أشكال النشاط التي تفضل تنظيم العلاقات داخل عالم الشغل وترقية حقوق العمال ضمن مسعى تشاركي، وذلك في إطار توجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الذي لطالما أولى عناية وأهمية بالغة لمسألة ترقية حقوق العمال وتعزيز الحماية الاجتماعية ونشر ثقافة الحوار والتشاور الاجتماعيين بين كل الشركاء في عالم الشغل ضمن رؤية تسودها الثقة وروح المسؤولية وتغليب لغة الحوار والتواصل ما بين كل الفاعلين دون أي إقصاء. السيدات والسادة الحضور، إن الحديث عن التعاضدية الاجتماعية يستوجب علينا التذكير بأن التطوير وتعزيز منظومة الضمان الاجتماعي لا يمثل مجرد هدف ضمن مخطط عمل السلطات العمومية.